نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، الحديث عن الكتاب وتفصيلاته، احنا يعني ذكرنا بالأمس مقدمة لعرفكم من يعني صورة عامة عن ذات الإله وعظمته وجلاله وجماله وكماله، حتى نقرب لكم المعنى الذي ستدور حوله نصوص الكتاب التي ذكرها ابن قدامة حول صفات الله. طبعا لله عز وجل جوانب ثلاثة: ألوهية، ربوبية، أسماء وصفات. الشيخ طبعا بدأ بالصفات، لكن الربوبية تتعلق بالخلق والإيجاد والهداية والإرشاد. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والنبي قال: اجعله في سجودكم لما نزلت. لماذا؟ لأن تعلق بهذين الأمرين، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من الله علينا فيها بنعمتين، نعمة الخلق والإيجاد والهداية والإرشاد. خلق كل مخلوق وكمل خلقه وسواه ورسم له طريقه وإليه هداه. تأتينا قصة الهداية في الحديث عن القدر تفصيلا إن شاء الله تعالى. يبقى الأصل أن الله خلق كل مخلوق وسوى خلقه ثم رسم له طريقه وهدى إليه، والأمر يتعلق بكل الخلائق وليس إنسان واحد. فرعون نفسه لما سأل النبي الله موسى: فمن ربكم يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. يبقى كمل له خلقه ثم هدى. فمن الذي سير كل الخلائق في مسارها؟ من الذي حدد لها معالم حياتها وأفلاكها؟ كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتكاثر، كيف تتناسل، كيف تتعايش، كيف تجتمع في مجتمعاتها؟ أنت لما تدرس حياة النمل وحياة النحل سيظهر عقلك عالم رهيب، الإنسان بجواره لا كاد يذكر من شدة ما من الله على هذه الخلائق من هدايات دقيقة جدا جدا جدا. إزاي النحل يتحرك مثلا، على سبيل المثال، إزاي يتحرك شيء مذهل، إزاي يكون خلية، إزاي يقسم مهام الخلية على الموظفين عندهم، كل واحد له مهمة. هتلاقي فريق للأمن، فريق للجمع، جمع ما يحتاج إليه، في شاحنات للنقل، فريق استطلاع، فريق هندسي لرسم البيوت دقيق جدا، فريق صحي لنظافة المكان وتعقيمه. شيء مذهل صحيح. يعني الإنسان لما يدرس هذه المعالم أو هذه الخلائق سيظهر عقله. هتلاقي النحل الملكة ملكة، والذكور دورهم التلقيح فقط، عدد منهم يجري وراءها وقت التلقيح، ساعة ما تأذن لهم بهذا الكل يجري وراءها، من الذي يسبق الكل، من الذي يكون أقوى الكل هو اللي تسمح له بتلقيحها، ثم الباقي كله يعمل، وكل فريق في تخصصه. تعجب يعني لكي يحدد معالم الغذاء الذي يحيط بالمكان، النحل الذي يقوم بالاستطلاع لا دور له إلا الاستطلاع، يحدد أين الغذاء، أين يوجد، كم مسافته، في أي وجهة، يحدد المسافة بالضبط بالضبط. حركته لأنه يعلم أن الشاحنات لها طاقة تتحرك فيها،
لا يخرج عن دائرة الخلية لمسافة كيلو ونص دايرة حول الخلية، 1500 كيلو متر، لا يخرج عنها، لازل عنها. وجد مكان فيه الرحيق أو فيه الزهور يرجع، فالنحلة تدور دورتها بميل معين بزاوية الميل وعدد الدورات، فريق الشاحنات يحدد بالضبط مكان الزهر، فتنطلق الشاحنات لجمع كل ما في الزهر. اللي بيجمع ده قشاش بلغة العصر، يجمع كل ما يحتاج إليه النحل، فيأتي بالرحيق وحبوب اللقاح والصمغ وغيرها، ثم يضعها داخل الخلية. لحظة وصول الخلية يخشى أن يكون حمل أي مكروب، فريق عمل أمني واقف على البوابة يوقف كل نحلة قادمة محملة حتى يتأكد من عدم وجود أي أضرار فيها، بل يقوم فريق ثاني بتعقيمها قبل دخول الخلية، تعقيم طبي، فلا تدخل في جسمها أي مكروب. دخلت تضع حمولتها وتنصرف تأتي بغيره، يأتي فريق ثاني لفصل الواردات كلها، تقسيمها، هذه اللقاح يجمعها لبعضها، هذه صبغ يجمعها لبعضه، هذا رحيق يجمعها لبعضه، ثم يأتي فريق متخصص في الرحيق. الرحيق عبارة عن عسل مذاب في الماء، يأتي فريق لتصفيته، نوع معين من النحل تأخذ الرحيق ثم تدور به دورات سريعة جدا كدورة الغسالة الأخيرة الدراير، عارف الدراير؟ ده نوع من النحل مهمته عمل هذا الديار، سرعة رهيبة جدا جدا حتى يذهب عن العسل كل قطرة ماء، ويتم تركيزه بدرجة 100%، 99.9% لا، لأن أي وجود ماء أو بخار في العسل يفسده. النحل يعلم هذا، من علمه؟ فإذا صف العسل حتى صار يعني 100% تركيزه، ولذلك يخلنا حتى طبيا قرأت بحث لا. الله يرحمه الدكتور الظاهر عندنا من كبار أساتذة الجلدية في مصر، عمل بحث وصل قال أنا وصلت ل 600 مرض دلجي، 600 مرض علاجها دهان العسل، عسل النحل. ليه؟ لأن نسبة تركيز العسل 100%، إن دهنته المكروب على جلد الإنسان يمنع وصول الماء والهواء إليه فيموت فورا، يموت فورا، وما في مكروب ولا حشرة تنمو في العسل. وأطول طعام عمرا العسل، يعني عندنا في مصر اكتشفوا في إحدى المقابر الفرعونية القديمة وجدوا مع الموتى عسل وضعوه معه حتى إذا بعث يوم القيامة يجد الطعام يأكله. العسل عمره 3000 سنة قدروه، لما حللوه وجدوا قيمته الغذائية كما هي لم تتغير بعد 3000 سنة. كيف ركزته النحلة هذا التركيز جدا، ثم تأتي بعد أن ركزت تدخل مرة أخرى تعق قبل الدخول. أين تضع مخازن؟ العيون السداسية، عيون الغذاء الملكات الخاصة بالملكة ثمانية، الضلوع رسمتها الفرق الهندسية بدقة متناهية، لو قسناها بالملي مايكرون ما في ضلع يختلف عن الثاني في 1 ملي مايكرون. كيف هندستها، كيف ضبطتها، شيء عجيب. فريق ثاني يقوم بعد صناعة الخلايا يقوم بتنظيفها ونزع الرتش وغيرها، ثم يقوم بتعقيمها بمنع وجود أي بخار ماء داخلها. تأتي النحلة المحملة بالعسل المصفى ثم تضع خلفيتها في هذه العيون وتضع عسلها. وضع العسل حتى امتلأت العين، يأتي فريق آخر يبرشم العين، يضع عليها شمع جديد ويضع فوق الشمع، لأن الشمع لو ترك للهواء البخار الموجود في الهواء كافٍ أن ينبت فيه حشرات وديدان، فتضع صمغ الشغالة. صمغ الشغالة يا إخوانا أقوى مضاد حيوي في الآن، صمغ الشغالة سميه البروبيس، نعم، تضعه فوق طبقة الشمع حتى تمنع وصول أي حشرة
أو أي مكروب أو نمى أي مكروب في الشمع الذي غطى العسل، وقس على هذا حتى تملأ الخلية. شيء رباني عجيب، من علمها؟ هو ده معنى قدر فهدى. إذا خلق فسوى وقدر فهدى. ورب العباد يلخصها في وصف الربوبيات حين يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فتبارك الله رب العالمين، فجعل الربوبية محصورة في هذين الأمرين، الخلق والأمر. هو الخالق من الخلق، الآمر الموجه لكل الخلق، الهادي لهم إلى سواء السبيل. فإن كان الله هو الآمر لكل الخلق، كيف نستنكر هذا عليهم على الإنسان؟ لأن الإنسان الوحيد اللي خير هو الجن، الإنسان خير الجن خير. فمسألة الخلق عز من نازع فيها، عز من نازع فيها من البشر. لماذا؟ لأن اللي ينازع مطالب بخلق لن يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليخلق شعره فليخلق شعيره، بل كما قال القرآن الكريم: يا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض كل البشر المجتمعين لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كم ذباب في الأرض؟ مليارات. طلبنا تعالى بواحد وتحدانا أن نخلق واحد لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فقط قال: لا، وإن يسلبهم الذباب شيئا، ليبين ما هدى الله إليه الذباب، قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. يعني لو الذباب اعتدى على طعامك سيعتدي عليه بكل قوة، فسماه ربنا سلب، يسلبه بالقوة. الذبابة الضعيفة دي أيوة تسلب غذائك بالقوة، رجل خلصه، أنت طول عرض رجل خلصه. تحدانا رب العباد بما تأخذ الذبابة، قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. طبعا ممكن يطلع واحد سفيح ولا طب حضر بالذبابه واخذ السكر اللي اخذته. طب يا لوح اضرب الذبابه هل تجد عندها السكر؟ العلماء لما قرأوا هذه قالوا: يقينا ما تحدانا الله بشيء نحن نستطيع اصلا، وهو اعلم بما تحدث. فلما بحثوا ذهلوا، الذبابه ليس لها معده، فكيف تهضم طعامها؟ الانسان له معده، ودخل المعدة في غدد بتفرز عصارات تذيب الحجارة، تذيب أي طعام. ألطاف الله في الذبابة جعل هذه الغدد كلها خارج جسمها، فإذا حطت على طعام لك سكر أو غيره في جزء من 100,000 جزء من الثانية تكون قد أفرزت كل العصارات وأحالت الطعام الذي تحت أيديها لشيء جديد، مادة جديدة. المادة دي تشبه ما يرده الإنسان أثناء القيء. تعرف القيء؟ أنت أكلت تفاح برتقال دخل المعدة العصارة تحولته لإيه؟ مع العصارة الصفراء لهذه المادة اللي احنا بنستقيها. النحلة الذبابة في جزء من 100,000 جزء من السنة تحيل هذا الطعام لهذه المادة الجديدة. لو اجتمع أهل الأرض جميعا لعيدوا سكر مكانه أو تفاح مكانه يستحيل، يستحيل. لذا قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب المطلوب، ما قدر الله على قدره، ما عرف الناس للرب قدره، وهذا جانب خطير جدا إخواني. الذباب أيوة الذباب، والرب لما يستنكف أن يمثل لنا بالذباب. طبعا المشركين كانوا يعني يقول لك: يعني ربنا سبب المخ كله ما لقاش مثل ضبه إلا الذباب والبعوض. فرد الله عليه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. إذا ندرك لأن الله أعلم بخلقه منا، ولما مثل مثل بما يعلم منه، أولا بكثرة احتكاكه بنا، ثانيا بما أوجد الله فيه من قوة وصلته لمعاني عالية جدا 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 وإتقان عالي جدا في الخلق. ولذلك رب العباد لما أمرنا بالتدبر في كونه أمرنا بالتدبر في كل مخلوق بلا استثناء، بلا استثناء. لماذا؟ لأنه لا يوجد مخلوق لم يحسن له خلقه، بل صرح تعالى فقال: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. مش خلقه بس، لا، أحسن، أوجد فيه من القوة ومن العلوم ومن الأسرار ما يفوق عقول البشر وطاقاته.
بل حتى المتدبر سرى يعني حتى في واقعنا. الزواب اللي اتكلم عليه ده راح يعني يحضر لي اثر جعفر الصادق. دخل يوم على الخليفه ابو جعفر منصور. ابو جعفر منصور كان خليفه المسلمين وكان يحكم دوله لا تغيب عنها الشمس، ممتده من المحيط الهادي شرقا في الصين الى المحيط الاطلسي غربا. بعده الرشيد كان يقول للسحابه التي تمر: شرقي او غربي اينما تمطري في ساعتين غرتك. يملك الكره الارضيه من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. الدوله الاسلاميه وصلت سيبيريا شمالا، ووصلت المحيط الهندي اللي جنوب الكره الارضيه، كان عباره عن بحيره اسلاميه كل شواطئه خضعت للاسلام. كان اي انسان يمر في المحيط الهندي يدفع ضرر المسلمين، وده اللي بيرعب الغرب والشرق من هذه الدوله الاسلاميه التي قامت اقوى دوله عرفت في هذه الفترات. جاء ابو جعفر المنصور جلس يهيئ نفسه لاستقبال ضيوفه، فكلما ضبط ثيابه وجلس على الكرسي جاءت ذبابه فحطت على وجهه يهشها يختل ميزان الثياب، يرجع ظبطها تاني، ترجع له تاني، جننته. فابو جعفر الصادق داخل وهو يعافر مع الذباب، فاستحيا من جعفر، قال: يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الملوك. العلماء اجابتهم حاضره جاهزه: ليذل به الملوك. اذا ندرك اذل الله البشريه بالذباب بالبعوض. فقضيه الخلق يصعب على الانسان ينجح فيها، لذا قال تعالى: ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. فقضيه الخلق عز ان ينازع فيها انسان. يمكن الوحيد اللي ذكر رب العباد عنه انه نازع في الخلق وكان رد عليه بسيط، النمرود اللي ادعى الالوهيه، اللي ادعى الربوبيه، فرد عليه سيدنا ابراهيم ان الله يحيي ويميت، قال: انا احيي ويميت. طب كيف تحيي ويميت؟ قال له: من اردت ان يكون حيا تركته حيا، واللي عايز اموته هقتله فورا. لما طب وانت الحي الذي ابقيته انت الذي احييته؟ انت اللي خلقته يعني؟ الرد بسيط، لكن لما راى سيدنا ابراهيم سفهه وقال له: انت لا تحيي ولا تميت، هيقتل الناس قدامه. فلما راى سفهه رفض ان يواصل معه في هذه القضيه، نقل نقله ثانيه، قال له: فان الله ياتي بالشمس المشرق فاتي من المغرب. طب ايه طاقه الانسان على التحكم في كتله الشمس اللي تساوي مليون كره ارضيه؟ فاتي بها المغرب. يقول تعالى: فبهت الذي كفر. إذا ندرك هذا المعنى، قضية الخلق صعب الإنسان يزعيها، لكن نازع في الأمر، كل واحد عايز يبقى له رأي ووجهة نظر وعايز يفرضها على العباد، ها؟ والكلام ده في التاريخ ملئ، ما على أي قبيلة ولا بلد إنسان إلا وجعل له نظام غير النظام. لازم يفرض رأيه ولازم يدلي بدلوه ولازم يمشي الناس بهواه، والكلام ده معروف تاريخيا. فقضية الأمر هي قضية النزاع في التاريخ كله. رب العباد بيّن أن كل هؤلاء وإن فرضوا على الناس أوامرهم ووجهة نظرهم، لكن في النهاية الناس من الذي يحركها؟ أمر الله لا أمره. كلنا ننام بما فينا رأس الدولة وعظيمنا وكبيرنا واللي ألهناه واللي قدسناه، بنام بنمشي. طب أثناء نومه من يدير حياته؟ من يحرك الدم في عروقه؟ من يجعل قلبه ينبض؟ ينبض القلب ينبض شغال ما بقفش، وانت صاحي وانت نايم وانت بتعافر وانت ساكت القلب بينبض، وده عضلة لا تزيد عن حجم الكف، تضخ الدماء في العروق وتسحبها مرة أخرى. كم مساحة الدماء اللي بتضخ في هذا العروق؟ كم مساحة العروق والشرايين؟ مواسير ضخمة. الإنسان لو نظر بس في شرايين جسمه يجد غابة من الشرايين. الأطباء قالوا لو بسطناها كلها في شريان واحد يعني الأوسع ثم الأقل فالأقل، لو بسطنا شريان إنسان واحد في خط واحد للفت الكرة الأرضية 6 لفات. شريان دمك وأنت لوحدك، كيف يضخ القلب الدماء فيها في الدقيقة الواحدة 90 مرة ذهاب ومجيء؟ 90 مرة في الدقيقة الواحد، يعني في الثانية مرة ونص. شيء مذهل. قضية الخلق يا إخواني قضية تحير بلا نزاع، ودي من أخطر القضايا التي أعجزت الإنسان أمام قدرة الخالق. بل سنتحدث في بعض الصفات، مش قضية الخلق بس، الخلق صفة من صفات تعالى.
لكن ده انت عندك الخلق نفسه بتحرك بايه؟ بصفات، ستأتي هنا بالتفصيل. اذا ندرك نحن امام قضية من اخطر القضايا. اذا قضية الخلق لا هي التي لم ينزع في الناس، لكن نزع في الامر. ورب العبد يقول الا له الخلق والامر ثم عقب تبارك الله رب العالمين. حتى الشرح قالوا تبارك تطلق على الاثنين معا، لما تقول تبارك الله يعني عز وسمى في خلقه وعز وسمى في تدبيره، في تدبيره. ومن أجل الآيات الدالة على جلاله وجماله وكماله تدبير الخلق. كل الخلائق جبلت وفطرت على الأمر الذي رسم لها، إلا الإنسان الوحيد اللي غير، وجاءه الوحي ليهديه إلى أرشد الطرق. النتيجة رفض الوحي وعاش يتخبط في دياجير الظلم والظلام والفساد والإفساد، لأن من غاب عنه الوحي وعاش بإمكانياته، إمكانيات البشرية كم تساوي؟ ماذا يعرفه من هذه المخلوقات؟ كيف يتعامل مع كل هذه المخلوقات والعيش وحده في الأرض؟ إحنا كنا مخلوق مخلوقات وزوج من أزواج وأمة من أمم، ما خرج عن هذا. قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين. الإنسان شيء ولا مش شيء؟ ها؟ رب العباد يصفها في موضوع آخر فيقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كلها ها؟ مما تنبت الأرض وبها بدأ. لماذا ذكر ما تنبت الأرض؟ لأن كثير من النباتات نحن لا نعرف فيها أزواج، القليل منها النادر نعرف أنه فيه زوج ذكر وأنثى كالنخل. لكن هل رأيتم ذكر وأنثى في شجر العنب، شجر اليوسف، شجر البرتقال، شجر المانجو، ها؟ شجر التفاح؟ احنا لا نرى الذكر والانثى، لكن رب العباد العلماء لما بحثوا ذهلوا ان داخل الزهره نفسها يوجد ذكر وانثى، مياسم مياتك، وتم بينها التلقيح مع حركه وبعدين هذا من لطف الله علينا، لان لو ذكر بعد انثى قد لا يتم التلقيح اصلا وكل هذه الفاكهه لم تنتج. لكن من الطاف الله علينا ان جعل الله الذكر والانثى داخل نفس الزهره. اذا قضيه كبيره جدا. ها؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها، قال مما تنبت الارض. طب والإنسان داخل فيه غير داخل؟ داخل لكن فيه أدمغة غبية مش عايز تفهم. فأعاد الله وصفه مرة أخرى قال مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم مثل لما لا نعلم بالليل والنهار، قال وآيات لهم الليل يسبحون النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل كل إيه؟ كل الأزواج. يبقى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كل هنا ترجع عليها، وكل بما فيها الإنسان في فلك يسبحون. إذا للإنسان فلك، ورب العباد حد لنا في الوحي معالمه من بدايته لنهايته، وتحدانا أن يكون بوسعنا وإمكاننا وحدنا بدون وحي الله أن نصل لبداية الفلك مش نهايته. أين بدايته؟ قال تعالى قل هل من شركائكم، من شركاؤنا؟ كل قوى الأرض، الساسة والسادة والقادة والكبار والمفكرين وعظمائنا، لو جمعهم كلهم يستطيع أن يوصلون أول فلك؟ لذا قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قال إلى، نفهم لغة القرآن، إلى ولا للحق؟ قال إلى الحق ولا للحق؟ إيه الفرق بين إلى واللام؟ هو ده بقى، هو ده التدبر في القرآن الحق. لماذا جاء بإلى ولم يأتي باللام؟ إلى بداية الأمر، بداية الشيء. الله يفتح عليك، إلى بيسموها الغائية في اللغة، الغائية. الميكروفون مشوش عليه، شوف واحد ثاني في تسمع من غير ميكروفون. استنى بس، هيا غرفه ينفع بدون ميكروفون. سامعين من غير ميكروفون احسن 100 مره. ها، ف الى تسمى الغائيه لغه، فتقول جئت من البيت الى المسجد. اين يتم المعنى؟ عند باب المسجد. عند باب المسجد. يبقى الى يبدا ما بعدها او ينتهي معناها عند بدء ما بعدها. إلى المسجد، إلى المكتبة، يبقى عند باب المسجد أو باب المكتبة. لو أردت الدخول والاستقرار في القاعة تقول جئت من البيت للقاعة مش إلى القاعة، يبقى دخلت واستقريت. فإلى تفيد الوصول واللام تفيد الاستقرار والدخول. رب العباد تحدانا بإله،
قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أي يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم رد الله عن ذاته أو أجاب عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، لم يقل للحق، قل الله يهدي للحق اللي كامل الحق لآخر الطريق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، بقية الآية. يعني عايز أقول لو أن الله كان يوصلكم فقط لأول طريق الحق لوجب اتباعه، فكيف وقد وعدكم أن يوصلكم نهايته؟ أفمن يهدي لم يقل للحق، قال إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، هذا وصف لكل بشري. يعني لا يهدي إلا يهدى، لا يملك الهداية لنفسه فكيف يملكها لغيره؟ فما لكم كيف تحكمون؟ لما نفهم نصوص القرآن المعنى يختلف تماما. وضحت؟ إذن هذا الفلك لا يحدد معالمه إلا الله، ولا يملك هداية الخلق إليه إلا الله. الإنسان اللي حرم هذا الفلك ولم يصل الحق وكذب بآيات الله وأعرض عنها وعاش بدونها، حياته تبقى شكلها إزاي؟ الرب وصفها في القرآن، قال تعالى بل كذبوا الحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يعني أمر مريج؟ الأرض الطينية الوحلة شديدة الوحل، لما تقف في أرض طينية عمق وحلها 5-6 متر تحت، هل لك حال يستقيم فيها؟ تستطيع أن تقف، تجلس، تنام، تمشي، تجري، تقفز، أي حال يريحك؟ ولا حال. يبقى اللي ابتعد عن الحق لن يستقيم حاله في حال، ولن يستقر له قرار، هيعيش حياته كلها عمال تخبط، ها تاي، ها وحل، في وحل مستمر. وهذا حقيقة معنى دقيق جدا لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. لذلك قالوا الضنك لا ليس الفقر، الضنك ألا يجد مخرج في أي أمر يعرض له، لا يجد منه مخرج. إذا معيشة ضنكة لكل من نأى عن وحي الله وعاش بغيره. إذن الإنسان مخلوق كسائر المخلوقات، زوج كسائر الزواج، له فلك كسائر المخلوقات، فلكه الذي لو سار فيه لن يعتدي على فلك مخلوق حوله، ولن يعتدي عليه مخلوق حوله. زي ما ربنا حرك الذرات ذرة جنب ذرة اللي يعتدي بعضها على بعض، حرك الأفلاك كما نرى في الكون، ما في نجم يبغي على نجم ولا كوكب يبغي على كوكب، جعل إن هذا النظام الدقيق في كل مخلوقاته بما فيها الإنسان، وبين أننا مجرد أمة من أمم عاشت الأرض. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يرجعون. إذن ندرك كيف نتعامل مع كل هذه الأمم ونحن نجهل أفلاكها، كيف نستقيم بينها في فلك لا نؤذيها ولا تؤذينا. ولذلك جل العقوبات اللي بتضع تقع إنسان من فين؟ من هذه المخلوقات. أنت تعتد على فلك مخلوق يؤذيك تعارضه، لن هو طيع لربه وليس له خيار. كل العقوبات لو وقعت علينا من المخلوقات، اللي هلك بالريح، اللي هلك بصيحة، اللي هلك بحشرة، اللي هلك بآفة من آفات رب العباد، لما تعتدي على أفلاكها يسلط علينا، خلص خلصت، انتهى الإنسان بمخلوق من مخلوقات الله. فمن يعلم أسرار كل هذه المخلوقات غيره؟ من يملك أن ينظم حركتنا بين هذه المخلوقات غيره؟ لذا يقول تعالى عن كتاب الذي أنزله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لا يعلم السر غيره، فمن يملك أن ينظم إنسان حياته غيره؟ وضح هذا المعنى دقيق. كل من خالف أمره هو الذي أذى نفسه، لكن من ألطاف الله علينا أن أنزل لنا هذا الوحي ليضمن لنا سعادتنا بين هذه المخلوقات كلها، فلا نظلم ولا نظلم، لا نعتدي ولا يعتدى علينا، نعيش حياة آمنة وسط مليارات الخلائق ومليارات الأمم التي تسبح من حولنا وتسير من حولنا بأمر ربها، بأمر ربها. إذن ندرك هذا المعنى الدقيق. فهذه الربوبية، وده رب العباد لكي يقيم على عباده حجته أخذ الميثاق على آدم وذريته يوم خلقه بهذا الشرط، الربوبية بالذات. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا، القرآن ينص على هذا، بل النبي استدل بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده
فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. كل الأرواح خرجت في عالم الذر مع آدم وأشهدهم على أنفسهم. ثم تلا شرط الشهادة فقال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. يبقى ده كان موضع الشهادة، موضع العهد. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذا ندرك هذا الجانب، يبقى الربوبية عانت هذا المعنى، الخلق والأمر. سامحونا أن عمال أجري، عايزين نختصر شديد، العقيدة طويلة ماشي، موضوعاتها كثير. ده معنى الربوبية. طب والألوهية؟ ما يتعلق بتعلق القلب بالله، تأليه الله، التقديس بلغة البساطة الحب لله، وده منشأ العبودية. العبودية أن نعرف أن أمر الله لا يقدم عليه أمر، ونفعل هذا ليس خوفا بل حبا لله. ولذلك فسرت العبودية بهذا المعنى. طبعا كثير من الناس فهمين العبودية أو العبادة لله عز وجل أن أنا أصلي وصوم وآتي بات بعض الشعائر والشرائع. لا، العبودية أوسع من هذا بكثير، بل هي الغاية من خلقنا. إحنا وجدنا لنكون عبيد لله كسائر الخلائق، فيه مخلوق ليس عبد الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد لقد أحصاهم عدهم عدا، كل عبيد، بما فينا الملائكة، بما فينا الجن، بما فينا عالم الإنس، عالم الحيوان، عالم الطير، عالم الحشرات، كل عبيد، الكل عبد لله، خلقه الله وأدار حياته بأمره. دي قضية لابد أن تكون عندنا مسلمة. طيب الإنسان ما خرج عن هذا. رب العباد يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الاثنين اللي خيروا. إيه معنى العبادة إذن؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: والعبودية تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له. يعني غاية الحب وصول العبد لأعلى مراتب المحبة لله. وابن القيم رحمه الله تعالى فسرها، قال الحب له ست درجات. سامحونا باختصر اختصار شديد عشان نلحق بس نلم الموضوع. فغاية الحب أن نصل لأعلى مرتبة في هذه الدرجات. أول الدرجات سموها الميل القلبي. الإنسان اللي يبدأ يتوجه ربه يبقى عنده ميل قلبي، عايز يعرف ربه، عايز يعرف من القوة التي خلقته، من القوة التي أدارت الكون من حوله. مجرد توجهه لله وبحثه عنه تعد هذه أول مراتب المحبة، سموها الميل القلبي. قلبه ما نحو ربه يود أن يعرف عنه شيء. فإذا قصد ربه بكلياته سميت مرحلة الصبابة. طبعا ما الاعتذار، هذه الكلمات استخدامها الباطل في ضلالاتهم، لكن هي مصطلحات شرعية ولها أصل شرعي. تقول انصب الماء إذا توجه بكلياته من جهة لجهة ثانية، من مكان لمكان آخر. فالصبابة توجه الإنسان بكلياته لربه. فإذا هوى طريق ربه سميت مرحلة القرار. عايزين تكتب اكتب، يبقى أول مراحل الميل القلبي، واللي مش هيكتب الكلام مسجل، لكن ما تفرغوا في التسجيل. ما نقطع الدرس، خلينا نكمل الدرس على الحال ده وننقل بين المحاضرتين زي بعض. إذن أول مراحل من القلبي، ثاني المراحل القصد أو الصبابة، ثالث المراحل تسمى الغرام. الغرام يبقى إذا هوى العبد طريق ربه سميت مرحلة الغرام. طبعا أهل الباطل لك فلان مغرم صبابة، ولا هم فهمين مغرم وفهمين صبابة، نسأل الله عفو العافية. فإذا جعل الإنسان هواه كله لله، يعني ما عاد له هوى يحكمه ولا تدخل في حياته، بل طوع هواه كله لله، سميت مرحلة العشق. دي رقم أربعة، مرحلة العشق. دخلنا بالصوفية هلا، هنوضح هنوضح هنوضح. هي كلمات استخدموها هم وطنطنوا عليها، لكن لها أصل شرعي ماشي.
فاحنا نوضح، وانا كلمت بالامس ان الصوفية فيها ما هو من دين الله وفيها ما خرج عن دين. الكلام ده ذكروه السلف، وانا بحكي لك كلام ابن تيمية وابن القيم، ودول اساطين اهل السنة. واضح المعنى؟ فاذا ندرك هذا المعنى. طبعا كلمة العشق لها استعمالين عند العرب، ان يجعل هوى كله، وده معنى سائغ. لها معنى ثاني عند العرب تجاوز الحد في الحب، وهذا مستحيل في عقله، وعشان كده بعض اهل العلم كره استخدام هذه الكلمة في عقله بهذا الاعتبار، لكن بالاعتبار الاول صحت، بس عشان درس علمي فلابد يكون الصورة واضحة. فإذا بدأ العبد المحب لربه العاشق له يتخلى عن بعض محبوباته الحلالة المباحة له طمعا في مزيد حب الله له، سميت بمرحلة التتيم، فيقول فلان رجل إيه؟ متيم. احنا كلمة تسمعوه تددوها، بس حبينا نوضحها في حق الله. بعد التتيم الخمسة، فيقر التتيم تعريفه أن يتخلى العبد عن بعض محبوباته الحلال له طمعا في مزيد حب الله له. وده اللي الصحابة كلهم وصلوا ليه، لما يقول أبو هريرة رضي الله عنه كنا، يقول كنا أقصد الصحابة كلهم، ندع الحلال، حلال خالص متفق عليه، مخافة السقوط في الحرام، مخافة أن نقترب من شيء يبعدنا عن محبة الله. الصحابة كلهم وصلوا لهذه المرحلة وقطعوها. آخر المراحل العبودية أن يستغني العبد عن جميع محبوباته ويجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته. يبقى معنى العبودية إيه؟ أن تتخلى عن جميع محبوباتك وتجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباتك. ولذلك في اللغة يقال طريق معبد يعني للسير الممهد، فلان صار عبدا لله جعل كل ما وهبه الله من طاقات ومن مواهب ومن أعضاء ومن أوقات ومن نعم جعلها تحت أمر الله وتنفيذه. ده باختصار شديد، وده معنى غاية الحب، نهاية مراحل الحب اللي تستوجب يقينا نهاية الذل. لذا قال العبودية غاية الحب لله مع غاية الذلة. اللي وصل لهذه المرحلة يبقى في قمة الانصياع لله عز وجل، في قمة الطاعة لله عز وجل. وصلت؟ هو ده معنى العبودية. طب لماذا؟ هل تتصور أن لك محبوب وأنت العاقل على ربك أخفى؟ يستحيل. كل محبوباتنا هو أعلم بها منا، هو الذي خلقها وخلقها فينا. لما شرع لنا أسمى ما في محبوباتنا. على سبيل المثال احنا كلنا فطرنا وجبنا على حب الطعام، لان ده الغذاء اللي بيقوم على الجسم. في انسان لا ياكل، الطفل مجرد مولد يبحث عن الطعام، والكبير والصغير همه ايه؟ الطعام، شغالين كله شغال. فهو محبوباتنا بينزع، بل من اشد محبوباتنا، بل لما درجوا درجات المحبوبات الطعام والشراب يعتبر الدرجه الاولى. طيب هل هناك طعام نحتاجه رب العباد لم يحله لنا؟ لما جاء في المطعومات قال اليوم أحل لكم الطيبات، كل ما هو طيب خلقه الله طيب أحله لنا. حرم علينا نوعيات معينة من الطعام، هو يعلم حالها ونحن لا نعلم حالها. قال حرمت عليكم، حدد الميتة والدم ولحم الخنزير، حددهم أنواع تعد على أصابع. فالمحرمات معدودة والمباحات لا حدود لها ولا عد لها. وصلت؟ لكن إنسان نفسه سيئة طفسة، أحب المحرم، اشتهى المحرم، اشتهى الخنزير، اشتهى الميت، هل لو أكلها ينتفع بها ولا تركها أولى له؟ أيهما أولى، اتباع محبوبات نفسه ولا محبوبات ربه له؟ يقين محبوبات ربه له. ليه؟ لأن أنت لا تدري ما أثرها. وللآن إحنا كل المحرمات اللي حرمت علينا كل يوم نكتشف الجديد في أضرارها وفي مساوئها علينا. يعني في البداية قعدوا يتكلموا على الخنزير وحرمة، طب ليه الخنزير دون عن سائر الحيوانات؟ ما ده لحم زي بقى زي البقر والضأن. قالوا لا لا، مع البحث ذهلوا، كل هذه الحيوانات نبتت أجسامها على إيه؟ على النباتات الطيبة.
فأجسام طيبة نبتت من طيب. الخنزير على ما نبت جسمه خبيث على الزبالة، والفضالة ربنا خلقه لهذا، خلقه ينظف. لو جبته وغسلته وحميته بالصابون وبأحدث الشامبوهات وخرج معك ولقى مكان وسخ هيجر عليه وينام فيه، بيركع ينام فيه، هذه حياته وربه خلق لهذا. غذاء اللي بيحبه يشتهيه هذا لغيره، جسمه نبت على هذا، كيف تطهره؟ حتى لو أكلته أحلى أكل وتركته في البيت هيلم الزبالة، لن تستطيع أن تحكمه. ما نبت في جسمه أنت لا تملكه ولا غيرك يملكه. الأضرار تأتي من قبلها، تأتي من قبله، بل ورثته خلال وخصال، يعني إن ورثها الإنسان، لأن نوع الطعام نفسه بأثر فينا، في أخلاقنا، في سلوكياتنا. الخنزير لا يغار على الإنسان، اللي اعتاد أكل الخنزير لن يغار على الإنسان، لن يكون رجل من آخر كده. وضحت؟ معاني كثيرة جدا كل يوم نكتشفها. رب العباد ما حرمه إلا لعلمه بأضراره، ولو علم الله فيه خيرا لنا ما حرمه عليه. لذا قال اليوم أحل لكم الطيبات كل ما طاب وطابت به أجسامنا أحله. فأيهما أول الاتباع؟ محبوبة نفسه ومحبوباته، يقين محبوباته. لما أحل الطعام قبل كل واشرب ولا تسرف، حدد معالم الطعام، أحب لنا ألا نسرف الطعام. طب واحد نفسه وطفسه، ها لقى أكل جميل، ها نوع من الكباب جميل، والراجل نفسه اتفتحت عايز يملى التانك، ملأ، ها انبسط؟ أبدا يا إخوان، قد يفرح لحظة أكله يعاني منها أسبوعين ثلاثة مريض محروم الأكل. أيهما أولى؟ اتباع محبوبات الله له حين قال ولا تسرفوا، ولا اتباع هوى نفسه. وضحت؟ الرب أعلم بنا منا. عشان هيك شيخ الآية قبل تحريم الخنزير اللي هو كلوا للمؤمنين، خطاب المؤمنين كلوا من طيبات، وقبلها بآيتين كان للناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحل أحل، إحنا أنا أعطيتك الخلاصة، اليوم أحل لكم الطيبات، دي جت في النهاية. فالشاهد يا إخواني ندرك هذا المعنى، أيهما أولى بالاتباع؟ محبوبات الله لنا ولا محبوباتنا أنفسنا؟ يقين محبوبات لنا. كونك تستغني عن محبوباتك وتعلم أنك عاجز وقاصر وأن بحثك محدود وما زلت بتستكشف كون الله عز وجل، والعليم الحكيم أعطاك الخلاصات وأنت تنصاع له، يقينا أنت سلمت نفسك في الدنيا والآخرة، نجوت. وده معنى التأليه. يبقى التأليه غاية الحب لله، ولذلك الأمل فيه، الرجاء منه، الدعاء له، الطلب له، التوجه كله له، لأنه يملك كل شيء ونحن لا نملك من ملكه شيء إلا ما شاء لنا أن نملكه. وضحت؟ يبقى هو ده جانب الألوهية. جانب الألوهية الجانب القلب المحط. وضحت المعنى ده؟ ده باختصار شديد جدا برضو، سامحوني. هنأتي الموضوع الصفات واللي الشيخ بدأ به. احنا وضحنا بالامس ان صفات الله بعدما وضحنا جانبا منه جزء كبير الشيخ ذكره احنا ذكرناه بالامس، وبدأ في الاول بالصفات ووجوب يعني الايمان بصفات الله عز وجل التي نص عليها الكتاب والسنة. واحنا وضحنا بالامس ان لا يملك وصف الله الا من؟ الا الله، ولا سبيل لنا اخر، فوجب علينا ان نسلم لله بكل ما قال عن ذاته. دي خلاصة الابواب الاولى كلها اللي الشيخ ذكرها، باب وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن، ها وتلقيه بتسليم قبول. كل ما ثبت في القرآن نصا أنه صفة من صفات الله عز وجل نسلم بها، ليه؟ لأنه هو يعلم بذاته ونحن لا نعلم منه. بل هناك صفات يا أخواننا لا تخطر أصلا ببالنا والقرآن نص عليها. سامحوني أنا بختصر بديكم معلومات عامة، لما تقرأوا الكتاب هتلاقي كل اللي احنا قلناه يعني ماشي معك. مش عايز اذكر كلمات الشيخ تفصيلا، لكن اذكرها اجمالا لكم.
في صفات لله عز وجل احنا لا ندركها بعقولنا يقينا اصلا. على سبيل المثال، المثال الحصر، لما يقول تعالى وكان الله على كل شيء مقيت، ايه معنى المقيت؟ هذا اسم من اسماء الله وصفه من صفاته. ايه معنى وكان الله على كل شيء مقيتا؟ حساب الوقت. ها؟ حساب الوقت. دقيقة. ها؟ سلامات. كلنا لما يقول وكان الله على كل شيء، يبقى ما في شيء خلقه الله عز وجل إلا واحتاج لإسمه المقيت. مقيت. يقول ابن فارس في كتاب مقيس اللغة، ومادة القوت، القاف واللو والتاء، طبعا احنا بنستخدمها استخدام بسيط جدا طائف جدا، بنسميها القوت. القوت عندنا ايه؟ الاكل والمام، سلامات. ده معنى معنى القوت، معنى بسيط جدا. لا لا سنوضح. انا سامحوني، انا طبعا هخرج عن الكتاب، لو هنلتزم بالكتاب مش هتفهمها الحقائق. المقيت يا اخواننا كما يقول ابن فارس، مادة القوت، القاف والواو والتاء، تعني معنيين: الحفظ والاقتدار. الحفظ والاقتدار. ايه معنى الحفظ؟ القوت يا اخوانا القوة والطاقة اللي أعطاها الله لكل مخلوق حتى تحفظ عليه حياته، هذا معنى. المعنى الثاني حتى تمكنه من أداء كل ما كلف به، وده معنى الاقتدار. فاسم المقيت جمع اسم من أسماء الله، الحافظ والمقتدر. والقرآن نص عليه، قال تعالى بل الآيات دي شهيبة المشركين، لما جاء عتبة بن ربيعة يتناقش مع النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يناقشه، لما قال له يعني إن أردت ملكا أملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك أموالنا ما جعلك غنانا، وإن كنت مريض جئناك بطبيب. قال أفرغت أبو اليد؟ قال أفرغت. قال اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، بدأ في سورة فصلت لغاية ما وصل الآية المتعلقة بمسألة القوت. ما احتمل البقاء عتبة فر هاربا، وهو يقول النبي حسبك حسبك. فيها يقول تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. سمها إيه؟ أقوات من؟ الأرض. ها؟ السماوات والأرض. لا كلام على الأرض. وقدر فيها أقواتها. أقوات إيه؟ مخلوقات الأرض؟ لا، أقوات الأرض نفسها. الأرض لها قوت. طب والمخلوقات اللي عليها؟ جاءت في عجز الآية في بقيتها. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. من السائلين؟ كل الخلق. يبقى سواء للسائلين هي اللي جاءت في الخلق. الأولى جاءت في الأرض نفسها. إيه معنى سواء للسائلين؟ يعني أوجد الله في الأرض من أقوات الخلق جميعا، إنس وجن وحيوانات وحشرات ودواب وصغير وكبير وما نراه وما لا نراه، قدر للكل أقواته، يعني كل ما يحتاج إليه من قوة تعينه على الحفاظ على حياته وأداء جميع ما كل فهمها. وضحت؟ أعطى الخلق ما يكفي حاجاتهم ولا زاد؟ زاد. لم يقل سواء للمحتاجين، قال سواء لمين؟ والإنسان والمخلوقات تسأل إيه؟ ما تتمنى، ما تتمنى. وكأن الله رد على كل من ادعى أن الأرض يحصل فيها في تاريخ معين مجاعة والناس هتموت ولابد نصف الستة مليار عشان يبقى مليار ذهبي يعيش لوحده آمن. الكلام ده جريمة كبيرة تتقف في حق البشرية. رب العباد يقول سواء للسائلين، يعني أوجد الله من الأقوات ومن الحاجات التي يحتاجها الخلق ما يكفي جميع الخلق فقط، لا بل ما يحقق لهم كل آمالهم وأمانيهم. إذا قال سواء للسائلين، كلمتين يوزنوا ماء الذهب لا يساوي بجوهم شيء.
طب خلي بالكم، خلق الأرض استغرق يومين، خلق الأقوات استغرق كم؟ أربعة أيام. أيهما أعظم خلق؟ الأقوات. ما هي الأقوات؟ وضحت؟ خلي بالنا، ده خلق السماوات استغرق يومين، يعني خلق الأرض استغرق يومين، خلق السماوات استغرق يومين، خلق الأقوات استغرق أربعة أيام. فدل على أن ما أوجد الله من أقوات ومن قوة فاق في خلقه خلق السماوات والأرض. أنا خطير جد. وطبعا عشان ما نغلطش في حساب وحد يغلطنا ويقول لك طب الله ده 2 و4 و2 يبقوا 8، ربنا قال في 6 ايام. لا يا اخواننا، وقت خلق الارض كانت الاقوات تخلق معها، فرغ من خلق الارض في يومين واستمر خلق الاقوات 4 ايام، يبقى المجموع في الاخر كام؟ 6 مش 8. وضحت؟ انا اوضح هذه القضايا حتى نكون على فهم دقيق. ايه القوت؟ ما الذي حرك اصبعك؟ قوت رب العباد، قوة رب العباد أعطاها للحركة. لو سلب الله قوته يشل، رمش عينك طالع نازل بقوت، لو سلبه يشل، لسانك بتحرك بقوت، لو سلب قوته لن ينطق حرف، لن ينطق حرف. القوت هو اللي بيحرك كل شيء، القوة الطاقة اللي بتحركه، واختلفت من كل مخلوق عن آخر. سيدنا زكريا لما طلب الولد ورب العباد من عليه قال له خلاص نبشرك بغلام اسمه يحيى، قال له رب اجعل لي آية. كانت آيته ايه؟ سلب القوت من لسانه. اذا ذكر الله اوجد القوت، يسبح واشتغل زي الفل. اذا اراد ان يتكلم لا يستطيع ان يخرج حرف، لسانه لا يخرج حرف. قال آيتك الا تكلم الناس 3 ليال سوي. ها؟ سلب الله القوت من لسانه، خلصت، وقف، توقف. إذا انطاقت وقوت اللسان انتهت القصة عند هذا الحد. معدتك لها قوت، معدتك عبارة عن جلدة، كم طن لحم هضمت، بل كم طن كم عجل هضمت. انت اللي حسبتها في عمرك تطلع مشكلة كبيرة جدا. تخيل في كل وجبة تاكل 3 قطع لحم بس، 3، نعم، فما بالك بالأم بنص كيلو، 3 داخل في 3 كيلو، يعني في كل 3 أيام تطلع لك كيلو. في الشهر تطلع بكام؟ 10 كيلو. في السنة بكام؟ اضرب، تطلع بكام؟ عجل، عجلين، 3. في عمرك بكام؟ هتطلع أكلت زريبة في حياتك، ده من العجل بس. تخيل المعدة هضمت كل هذا اللحم، كم مزرعة فراخ أكلت؟ كم مزرعة سمك أكلت؟ وضحت؟ كم هكتار خضرة أكلت؟ كم هكتار فاكهة أكلت؟ تخيل أن هذه المعدة هضمت كل هذا، لا كلت ولا ملت. ما هي القوة والطاقة التي تجعل المعدة تعمل هذا العمل منذ خلقت إلى أن تلقى الله عز وجل؟ هذا يسمى القوت. فكل مخلوق له قوت. الذرة، هذا الجدار الخشبي عبارة عن ذرات، كل ذرة اكتشفوا أن عبارة نواة الكترونات، الإلكترون يدور حولها منذ خلق إلى قيام الساعة. ما هي القوة التي تجعل الإلكترون يدور حول النواة لا توقف كدوران الكواكب حول النجوم؟ بالضبط. ولذلك السلف قرأ هذا المشهد، علي بن طالب يصف الذرة قبل أن نعرفها، يقول الذرة كالمجرة، لما تبحث تسهل أن الذرات في حركتها كالمجرات بالضبط، بنفس الكيفية. ذرة الحديد غير ذرة المغناطيس، هتلاقي كل واحدة من دول مجموعة عبارة عن نجم نواة وحولها الكترونات تشبه بالضبط المجموعات اللي حولنا، مجموعة الشمسية، مجموعة العقرب، مجموعة غيرها من المجموعات. وخس على هذا، إذا ندرك هذا المعنى خطير. النواة نفسها عبث فيها الإنسان فشطرها، نواة الذرة وجدت الطاقة الموجودة داخلها تحير. نواة الذرة إذا شطرها الإنسان تخرج كم من الحرارة، من الحرارة واللهب تبيد دولة. فإن كانت الطاقة والقوت اللي تحتاجه نواة الذرة يبيد دولة، اللي تحتاجه الكرة الأرضية حتى تدور حول نفسها وحول الشمس وحول الأفلاك الأخرى، كم تكون الطاقة؟ كم تكون القوة؟ كم يكون القوت؟ لذا استحق أن يخلق في 4 أيام. شيء مذهل، مذهل لما نسمع مثل هذه الصفات، بل حتى مش الأمر المادي، المعنوي. بالك لما يخطر به شيء، قلبك لما يخطر به شيء، الخاطر اللي داخلك عايز تحتاج قوت،
من اللي بحرك الهمة والعزيمة والأرض فوق تحركته؟ قوت. هذا القوت رب العباد أوجده فيك. ولذلك الآن نفسها جاءت في الشفاعة: من يشفع شفاعة حسنة يكون له صب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. يعني إيه؟ عايز أقول لك، اللي حرق قلبك حرق قلوب الناس. أنت ذهبت تشفع الإنسان شفاعة حسنة، شفاعة حسنة، توسطت له في عمل صالح، في وظيفة، في رفع عقاب عنه، خففت عنه. الوقت الذي تشفع فيه أنت يقيد الله لك من قلوب عباده من يشفع لك على قدر ما شفعت، لا أضعافه. لذا قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. النصيب قد إيه؟ ممكن يكون قدرها على حسب درجة شفاعتك. أنت ضعيفة حيجي لك نصيب قده، طيب قوية يأتيك 10 ضعافها، 100 ضعفها، 1,000,000 ضعفها، على حسب حالة قلبك يكون جزاء ربك. من يشفع شفاعة حسنة قال يكون لها النصيب. النصيب ممكن يكون المثل، الضعف، 100 ضعف، 1,000,000 ضعف، 1,000,000,000 ضعف، كل هذا يسمى نصيب. لكن لما جاء عند الشفاعة السيئة قال: وما يشفع شفاعة سيئة يكون له إيه؟ لم يقل نصيب، قال كف. الكف على قدرها بالضبط. وكلمة الكف مأخوذة في اللغة العربية من الخيش الذي يوضع على جسم الجمل في الشتاء حتى يمنع دخول الهواء في جسمه، على قدر بالضبط، لو زاد سنة دخل الهواء. فالكفل على قدرها. الشفاعة السيئة، شفعت في واحد اديت زر فيه حتى يفصل من عمله غيرها، على قدر الشفاعة السيئة التي تشفعها يشفع غيرك ضدك. لذا قال: وكان الله على كل شيء مقيتا. حتى المعنويات دخلت في دائرة القوت، فالله مقيت لكل شيء، هو الذي أعطى كل شيء قوته. ده باختصار شديد جدا. لولا بيان الله هذه الصفات كنا نعرفها؟ كنا نسمع قبل نزول القرآن على هذا القوت؟ ده البشرية في القرن العشرين الآن بدأت تبحث عما يسمى بعلم الطاقة. إيه الطاقة؟ هو نعم القوت، لكن بتدور على الطاقة اللي ربنا ذكرها في القرآن وسمها القوت وجاءت فيها تفصيلات؟ لا لا، يقول لك نبحث عن طاقة العين الحسد، يعني نبحث عن طاقة السحر، عن طاقة التنين المغناطيسي. احنا ما في، وفي القرن العشرين 21 احنا في خلل وخبل عجيب عجيب. نسأل الله أن يعافينا وعافيكم. إذا ندرك معرفة صفات الله عز وجل لا سبيل لها إلا وحيه، لأنها التي جاءت بكل الكمالات المتعلقة بذات الله. فكل ما ثبت عن الله يقينا نثبته، يبقى أن مقيت يبقى مقيت، رحمن يبقى رحيم، رحمن رحيم يبقى رحمن رحيم، خلاص الكريم يبقى الكريم. ما أثبته الله لذاته نقول له هذه الصفات على ما يليق بجلاله وجماله، ليس كمثله شيء. يبقى ده الجزء الأول من الكتاب يتعلق بهذه القضية. كل أقوال أهل العلم، جاب أقوال الإمام أحمد وأقوال الإمام الشافعي وأقوال غير العلماء، كلها تدور حول هذا المعنى: أن نثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات وكمالات، ما دام ثبتت بالنص الصحيح وثبتت بالسنة. في صفات الناس ألفوها، واحد ألف صفة لرب ومش موجود، لنا أن نؤمن بها؟ لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن كل ما تعلق بذات الله لا سبيل لنا إليه إلا إيه؟ وحيه، إلا وحيه. لما يطلع واحد يقول ده عبد الحليم حافظ لما كان بيغني بيقول له: يا ابو عين جريئة، يقصد رسول الله. كان رسول الله عينه جريئة؟ هذا إجرام منا وغيرها، فما بالك بمن ينسب هذا لله؟